لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. حقيقة خبر وفاة الفنان قاسم المالك في العراق اليوم. انتشر خبر وفاة الفنان قاسم المالك في العراق اليوم وخلال الساعات القليلة الماضية كالنار في العشيم وسط حالة من الضبابية حول الحالة الصحية الفنان العراقي القدير ونقيب الفنانين في العراق جابر جودي أظهر موقفا واضحا ردا على خبر وفاة الفنان قاسم المالك مؤكدا ان هذا الاخبار عارية عن الصحة تماما وكل من يروج لها كذاب. شائعات وفاة الفنان قاسم المالك لاحقته منذ قرابة العام رغم حالات النفي المتكررة التي كانت تصدر من عائلته او حتى نقابة الفنانين في العراق حيث انتشر خبر وفاة الفنان قاسم المالك العام الماضي بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي. واكدت اوساط فنية عراقية ان الفنان قاسم المالك ما زال حيا وبصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي مستغربا من اصدار شائعات وفاته بين الفترة والاخرى. الفنان قاسم المالك من مواليد 21 نوفمبر عام 1946 ممثل كوميدي عراقي ولد في البصرة. قدم شخصيات كوميديا كما مثل المالك الكثير من المسلسلات العراقية منها مسلسلات محمد بن القاسم الثقافي ومسلسل جرف الملح مسلسل النسر وعيون المدينة مسلسل المتمردون مسلسل عادل يتزوج الجزئية الأول والثاني من مسلسل حب وحرب مسلسل المصير القادم مسلسل رائحة القهوة مسلسل دورة مسلسل سياق الستوتة مسلسل الدرس الأول مسلسل التيتي جيبي القطار مسلسل أنا والمجنون مسلسل عرض حالجي من تأليف ومسلسل مسلسل واحد. وأوساط فنية عراقية عبرت عن استغرابها من استمرار تداول خبر وفاة الفنان قاسم المالك في العراق اليوم وخلال الساعات الماضية رغم النفي القاطع الذي أصدره نقيب الفنانين جابر جودي. واتهم تلك الأوساط وسائل إعلام صفراء بتداول خبر وفاة الفنان قاسم المالك مؤكدا أن تلك الأنباء والأخبار تؤثر على حياة وصحة الفنان العراقي وعائلته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.